السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة راح تكون عن الكاليبر لوج، وهذه المحاضرة راح تكون قصيرة نوعا ما. من هذا الجهاز هو راح تشوفه خلال المحاضرات أو السلايدات القادمة، يبين انه شنو أهمية هذا الجهاز، وهو راح يكون باك اب يعني ويا بقية الأجهزة. فالمفروض هو كان أطيه قبل محاضرة ريستيفيتي، بس على العموم يعني مو ذاك الفرق، يعني راح نشوف احنا شنو فائدة هذا الجهاز وتطبيقاته وأهميته. عندنا الكاليبر لوج، هنا هسه فد مثال قبل لا احكي على الكاليبر لوج وشنو الجهاز وشون يقيس. لو تلاحظون بالفيجر هذا اللي على اليمين راح تشوفون انه هذا فد كانما مقطع جانبي للويل بور. بين شوف الهول دايمتر هنا هو راح يكون البت سايز هو نفسه كانما يمثل البور هول دايمتر، وهو هذا راح يكون كانما الايديال دايمتر بالنسبه للهول المحفوره. عندنا راح تلاحظون عدة أشياء خلال هذا الويل، أنه عندنا الكيف قد يكون هذا نتيجة مشاكل الحفر، طبقة ملحية، طبقة تكون بها شيل وصاير بها سويلنج أو هايدريتنج وعلى أساسه يصير عندك واش أوت، وعندك هنا المات كيك اللي تكلمنا عليه بإسهاب خلال المحاضرات السابقة. وعندي ايضا راح تلاحظون شوف هنا فد شيء احنا نسميه سلافينج. هذا السلافينج نتيجة وجود منطقة شيل ويصير بها تميل، فيصير عندك انتفاخ، فهذا الانتفاخ راح يكون اكثر من المود كيك نفسه. هنا مثل ما تلاحظون يعني شوف هنا سلافينج، ويكون على نطاق او مكانات متباينة بالنسبة لها. فلازم نعرف هذه المصطلحات. يعني هنا عندي هسه البور هول دايمتر راح يكون على سبيل المثال هنا راح يكون 8.5، وعندنا المنطقة اللي أمام الكاليب المات كيك راح تعطيني كأنما أقل من الهول دايمتر الاعتيادي، وهو هذا راح يمثل لي المات كيك. واكو لا، يعني راح تصير عندي كانما الكاليبر من يقرا لي مكانات شبيهه منطبقه ويا هاي، طبعا احنا نسميها انجيج، يعني معناها نفس القياس. الكاليبر يقرا لي نفس قياس البيت سايز والهول دايمتر. وهنا طبعا الكيف راح يعطيك اكثر بهواي، اللي هي النطاقات اللي راح تكون بها البور هول دايمتر اكثر. هنا طبعا مناطق غير نفاذة راح تشوف لك انه البور هول انلارجمنت نتيجة السولينج او السلافينج اوف شيل او كولابس اوف بورلي سيمنتد روك او ديزوليوشن اوف سولت او ايفابوريتس. هذن كلهن التسميات اللي خاصة بها. طيب الشيب والسايز، طبعا هنا راح ندخل تفصيل اكثر عن هذه الكاليبر لوج. راح تشوف هنا عندك السكشنات اللي مقسمه بالويل، عندك سكشن بي، سكشن اي، سكشن سي. بهذا السكشن البي راح يكون عندك بور هول دايمتر ليس ذان بيت سايز، ونتيجه شنو هذا راح يكون انت عندك هنا المات كيك اكيد. فهنا هذه المنطقه راح تتوقع بها انه البي ماد راح تكون اكثر من البي فورميشن، فلهذا صار عندنا ظاهره المات كيك اللي تشكلت. عندك المقطع اي راح يكون الدايمتر هو نفسه للكاليبر، يقرب نفس الشيء. وهنا راح تبين لك انه هارد كونسوليديتد اند امبيرمبل فورميشن، يعني معناه هنا شنو صار عندي، ما صار عندي المات كيك شكلت، لان هنا منطقه صماء وتكون متماسكه، فلهذا راح تكون انجيج، يعني عندك يعني نفس القياس. عندك المنطقه سي راح تشوف بيها انلارجمنت، وهذا الانلارجمنت كبير يعني، وهو طبعا يغزو هنا يقول لك لا سوفت ان كونسوليديتد سيديمنت، المناطق تكون غير متماسكه وتكون غير مترابطه وهشه، فمجرد ان وبها جزء من المعادن قد تكون اللي هي تكون ملح او تكون عندك شيل، وهذا كله راح يسبب لك انه شنو
يذوب بالمي نتيجة مرور طين الحفر، وراح هذا ينسلخ ويدخل وين يعني يرجع ويا طين الحفر أو ينزل داخل القاع البئر. هذني يعني بشكل عام يعني الأمثلة الحية اللي ممكن إنه يكشف ليها الكاليبر. طيب الكاليبر تطبيقات، يعني شو استفاد من الكاليبر؟ راح تشوف انه عنده تطبيقات راح تكون انه تقييم البور هول انفايرمنت فور لوجينج ميجرمنت، وهذا مثل ما شرحت سابقا انه يعني من خلال الكاليبر راح اقدر اخذ اعرف الدايمتر واجي اصحح، سواء اذا كان عندي مات كيك او عندي اي تاثير ثاني، او اذا كان عندي كيف، هذني كلها راح تدخل بالتصحيحات الخاصه باللوجات اللي شفناها الريسبتي لوج، وممكن ايضا يدخل بتصحيحات النيوترون والدنسيتي لوج باستخدام الكاليبر لوج، وهم راح نشوفه هذا مستقبلا ان شاء الله. تحديد طبعا اذا انا اكتشف لي مناطق اللي بيها ماد كيك راح يعطيني اكيد انه هذه الفورميشن راح تكون هي بيرمبل، وهي راح يسوي لي فد ديتكشن ويعطيني فد قرار انه من اختار هذه المنطقه، واسوي حساباتي حتى اعرف هل هي منطقه راح تكون منتجه او لا. طيب الجزء الاخر هي انه اني واحده من التطبيقات المهمه قبل لا ابدي اسوي الكيسنج راح احتاج انه اعرف ايش قد اسمت، يعني ايش قد احتاج وول دايمتر لازم اعرفه مسبقا، هل بي كيفنج هل بي مات كيك، راح اعرف بالضبط ايش قد احتاج سمنت سلري حتى اجي اسوي كيسنج ديزاين، فعلى اساسه راح اعرف الكيسنج سمنت فوليوم المطلوب، وعلى اساسه راح ابدي اسوي الكيسنج ديزاين. الجزء الاخر هو يبين لي وين انه عندي الكومباكشن فورميشنز حتى انزل البكر. تعرفون البكرز هاي احسن استفاد بيها اثناء عمليات الانتاج او اثناء عمليات اخرى، يعني احتاجها حسب الضروره بالكومبليشن استراتيجي، فلازم من خلال الكاليبر اعرف وين اسيت البكرز. وطبعا هي قلت لكم راح يكون باك اب ويا اجهزه ثانيه الدب ميتر، وهذا تفصيلات الدب ميتر وانتربريتيشن ايضا راح يدخل بيها. فعندي كم نوع من الكاليبر، هذني الانواع الثلاثه اللي راح نشوفهن خلال السلايد القادم. راح اشوف انه المايكرو ريسبتي كاليبر لوج هذا واحد من التطبيقات اللي احنا حكينا عليه سابقا، انه هو تكون تعدك باد زين، هذه الباد راح تكون جزئين، هذا الباد راح يكون بالمايكرو ريسبتي لوج، وهذا الباد الثاني راح يكون كانما مسند الى الجهه الثانيه، فالفتحه هذه مالته من خلال المرتبطة بالآر راح تكون القراءة للهول دايميتر، قراءة يعني ممكن واحد يحصلها ويقرأ لك إياها بشكل سلس وسهل. هنا شفنا يعني هذا الجهاز لازم يكون سنتر أكيد، ويكون عندي 2 بادز فقط، لأن راح نشوف إحنا بأجهزة ثانية راح يكون عندنا 3 بادز وممكن يكون عندنا 4 بادز، وهذني كلهن مرتبطات بآرم، يعني هذا الذراع اللي يربط لي الباد ويا التول، وهنا السنسر يقرا لي ايش قد فتحه الارم وايش قد فتحه الباد اثنيناتهم، وعلى اساسه يحول لي اياها الى دايميتر. الماكسيمم تول ستريتش يعني ايش قد انه تفتح اقصى حد ممكن توصل، توصل الى 16 الى 18 انج، هذا الليميتيشن مالتها. لوج ريدنج بور هول دايميتر فروم درلينج ماينس توايس ذا مات كيك ثيكنس، طبعا هاي معلومه واضحه. ف راح نشوف هسه عندنا الانواع الثانيه، عندي سونيك لوك كاليبر وعندي الدنسيتي باد تايب نيوترون لوك كاليبر. هذني السونيك راح يكون ب 3 بادز او 3 احنا هنا نسميهم باو سترينج، يعني هذا الباو على شكل قوس ومرتبط، فهنا مو مثل الارم، يعني مو مثل الكاليبر اللي شفناه، يعني مثل هذا الكاليبر يعني ماكو باد وارم ومرتبط بالجهاز، لا هنا راح يكون عندك سبرينج باو سبرينج نسميه مرتبط بيه، وهذا الثاني وهذا الثالث. فشوف هنا القراءة مالتك راح تصير عندك 3 measurement، ومن عندهن راح يسوي لك يعني يعطيك فكرة انه كل فتحة ايش قد راح تكون. ثواني شنو هاي سبب واحد، اوكي فهنا راح نشوف عندي راح يعطيني 3 قراءات، هذا ايش راح استفاد من عندها، راح اعرف التمرات اذا تقرا مقطع منه ومقطع منه، هسه راح نشوفه شنو اللي راح يعطيني، وليش انا يعني اختار 3 arms او ليش اختار 4 arms بالنسبه للدبميتر خصوصا. وهنا طبعا بالمرحله الثانيه او الجزء الاخر الاجهزه النوع الثاني هو
الدنسيتي لوج والنيوترون لوج، هذني راح تكون انه هذه اللوج عاده من تقيس ما تكون هي سنتر بالبير، يعني مثل السونيك، السونيك هنا لازم تنزل سنتر داخل البير وتقرب. هذه التولز لا، تحتاج انه تكون ملاصقه لجدار البئر، وهذه التولز ايضا طريقه الملاصقه شلون راح تصير، انه انت عندك ارم وعندك باد، منه هذا الباد يدفع لك التول يخليها ترتبط او تلاصق جدار البير ويصعد التول يبدي قراءتها. فهذه الفتحه مال الارم نفسها راح يقرا لك 2 دايمنشن بالنسبه للكاليبر هنا، وهنا عندك راح يعطيك 3 ريدنجز، هنا 2 هنا 1 ريدنجز، على اعتبار انه هذه الفتحه ويا الفتحه المقابله راح تعرف لك ايش قد الهول دايمتر. اوكي شوف هنا الاليبتيكال بور هولز، هاي واحده من المشاكل، انت مرات اذا كانت عندك الهولز انه مو تكون سيركولر فولي سيركولر، لا تكون يعني اليبتيكال يعني تكون بيضاويه، فاني اذا الجهاز مالتي كان مثلا بهذا البوزيشن فراح يقرا لي هول دايمتر، واني ابني اذا اريد ابني على اساسه راح ابني انه هو راح يكون هو هذا الهول دايمتر اراوند ذا وول، يعني التولز نفسها ككل، بس هو هذا بالواقع لا، هنا انا عندي بس هنا راح يكون عندي الدايمتر اعلى والنا دايمتر راح يكون اقل. فاذا كان عندي تو ارم راح القراءه مالتي مثل ما نشوفه هنا بالامثله هذني ما راح تكون حقيقيه هذه الدايمتر، لانه راح تمثل لك جزء من الواقع يعني. فلهنا حتى احسن القراءه مالتي حتى اذا كانت عندي 3 ارم ما راح تعطيني، اشوف هسه هنا مثال 3 ارمز ما راح يعطيك اياها الحقيقيه، فهنا احتاج 4 ارمز يعني او 4 بادز حتى اقرا الكاليبر بشكل صحيح، يعني خصوصا اذا كانت التول بسنتره واقرا هنا وهنا عندي كاليبرز وهنا عندي كاليبرز ايضا، فراح تقرا لي اياها القيم مالتي بشكل صحيح وبشكل ادق. شوف هنا هم يعني مقارنه بالنسبه لمختلف اجهزه الكاليبر، هذا طبعا المثال موجود في تشابتر الرابع في كتاب زكي بسيوني. اوكي ف هنا معطيك مقارنه بالنسبه للكاليبرز ومعطي بها تفصيل، يعني عندك بالحاله المايكرو كاليبر مايكرو لوج كاليبر ويا الدنسيتي كاليبر، راح نشوف اكو فرق هنا بهذا السكشن، وهنا راح يكون فروقات بسيطة ومنطبقة في مواقع، وهنا راح تختلف عندك القراءة. بالنسبة للتو ارم لو بريشر باد كاليبر مايكرو لوج وان ارم، هنا اذا كان عندك وان ارم هاي بريشر كاليبر دنسيتي لوج، فراح تشوف انه اني طبعا نوعا ما الدقة مالتي وين راح تكون اكثر عندي بالتو ارم. هنا عندك 2 ارم و 3 ارم، وحده بالنسبه للباو سبرينج بالنسبه للاكوستيك لوج او سونيك لوج، ويا ال 2 ارم هذا اذا كان الكاليبر الاعتيادي هو المايكرو لوج، فراح نشوف انه اكو فرق بالقراءات راح تكون عندي مختلفه بشكل اكثر تفصيل، واذا كان عندي 4 ارمز راح تكون عندي القراءه المضبوطه بالنسبه للجهاز اللي انا اشتغل به. طبعا هذا المثال همينا مسويك على سؤال وجواب، هم يعني مطيك تفصيلات مطيك يعني مقاطع مختلفة، ويريد تقرأ لك الكاليبر وتعرف وين المد كيك ووين إذا عندك واش اوت، ومطيك يعني من خلال هذا الخط الأسود راح تعرف البت سايز، أو إذا كان عندك البت سايز راح تعرف إنه قد البور هول دايمتر الأصلي بالاعتماد على البت سايز، وهنا الكاليبر راح يقرأ لك المناطق اللي مثلا هنا يقول لك وات بيت سايز، يقول لك هل هي تبين لك اكو بيلد يعني مود كيك موجوده او لا، وايش قد افضل مود كيك ثيكنس ممكن اقراه من خلال هذه اللوجات. فطبعا هاي راح اتركها عليكم، انتم المفروض تراجعوها وتفتهمون تفصيلات هذا المثال اللي احنا يعني سابقا اخذنا هذا الشيء وطلعنا عليه. لهنا محاضره انهيها، وان شاء الله راح نشوف يعني إذا كان عندكم سؤال وجواب، وإذا كان عندكم أي تفصيلات أخرى فأني جاهز بالخلال اللايف سيشن أو اللايف ميتينج اللي راح نسويه. شكرا جزيلا.